فتاة بتكتشف فجأة إنه بتسري دماء أميرة جواتها، وفي 5 شباب أقوياء لازم يحموها من قوة كبيرة. خلوكم معنا لتعرفوا أكثر، وموشي موش أصدقائنا، رجعنا لكم بحكاية جديدة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير. ليتس جو. هاي بطلتنا تمكي رجعت لقريتها القديمة كزيارة لعن جدتها، بس اجت بكير كتير وقبل الوقت اللي خبرت جدتها فيه. ولما حاولت تتصل عليها لتخبرها اكتشفت انه ما في تغطية بهالمنطقة، ولهيك قررت تروح للبيت حسب ما هي متذكرة الطريق. ولكنها وهي عم تمشي بالغابة حست بشي عم بيحوم حواليها، وفجأة ظهر لها كائن غريب كروي بلون ابيض وصار يحكي، وظهرت بعدها كائنات سودة عملاقة ومرعبة. ولما حاولت تركض ظهر لها شاب وسكر على تمها وانقذها، وحكى لها انه لازم ما تخاف والا رح تزعجهم اكثر، واعطاها تردد من ورا تعويذة طويلة لحتى ما يتم سحبها لنهاية العالم. وبعد ما انتهت من ترديدها طلب منها توجهها باتجاههم وتحكي بامر تفتا، وبوقتها بلشت هالمخلوقات تدوب وتوقفت واخذها ليهرب فيها. بتشكره تمكي على اللي عمله وبتعرفه على حالها، وهو بيحكي لها انه بيعرف هالشي واسمه تاكوما، وانه اجا ليجيبها بامر من جدتها، وبيحكي لها انه اللي صار من شوي هي محاولة اختطاف خفية. لكن تمكي ما بتفهم عليه اي شي، ولهيك بيحكي لها انها غبية كمان، وبيطلب منها تتبعه للطريق. ولما بتوصل بيشوفها رجل وبيحكي لها انهم اسفين انه دعوها بوقت عصيب مثل هيك، وبيطلب منها تسامحهم. لكن تمكي لها لا مو فاهمة اي شي، وبتعرفها متسرو الفتاة اللي واقفة جنب الباب بنفسها كمان. ولما بتفوت تمكي لعند جدتها بتكون مستنية منها الضماء، لكن مقابلتها معها بتكون عادية وناشفة كتير، وبتحكي لها انه اللي شافتهم هم يوكاي واللي هم اشباح وحوش لهم قدرات كبيرة، وانه تمكي من زمان تمتلك القدرة على رؤيتهم من وهي طفلة لما كانت ترسمهم، والسبب بهالشي انها بتمتلك دماء الاميرة تمايوري، وانهم مستهدفين هالقرية ومحوطينها. ومع انه من زمن قديم هي واميرة تمايوري حطوا حاجز حول المكان الا انه صار اضعف، ولهيك فاليوكاي صار انشط وبدها من تمكي ترجع تختم المكان كمان مرة وتجدد الحاجز. وبتستغرب تمكي من كل هالكلام، وبتتصل على والدتها لتخبرها، بس والدتها بتفكرها مجرد اشياء بسيطة وما بتعرف عن الاشباح حتى. وبتقرر تمكي ما تفكر اكتر بالموضوع وتروح لترتاح، بس بتشوف حيوان غريب بتخبرها ميتسورو بانه هالحيوان بيبقى جنب أميرة تمايوري وبيحميها، ومو الكل في شوفه أصلا. وسبحان الله مع كل هالمصايب والأشباح أهم شي يسجلوها بالمدرسة. وبيتعرفوا عليها بعض الفتيات، فبتحاول تسألهم إذا بيعرفوا بقصة أميرة تمايوري، لكن تاكوميا بيمسكها وبيسحبها بسرعة وبيحكي لها إنه هالشي ما لازم تحكي لحدا لأنه في كتار نفسهم يحصلوا على قوتها. وبتخانقوا تمكي كمان لأنه مو شايفة كلامهم منطقي. وبنشوف فجأة طالب تاني كان على الأسطوح وبيعرف تمكي، وبالرغم من طوله الا انه اكبر منهم واسمه ماهيرو، وبيحكي لها انه وظيفتهم هي انهم يحموها لانهم من عائلة تشاغو اللي دائما تحمي الاميرات على مدار العصور، وبيطلبوا منها تيجي للمكتبة بعد انتهاء الدوام. وهناك بتقابل الشخص الثالث اللي رح يحميها واللي اسمه يويتشي، وبيرجعوا كلهم سوا للبيت. بس تمكي بتكون حزينة انهم مجبرين يحموا حدا ما بيعرفوا اصلا ورح يبقوا هيك للابد، لكن تاكوما بيحكي لها انهم مربوطين بالدم ولهيك فهاد واجبهم. ولما بتوصل البيت بيفهمها شخص جديد انه رح يكون في 5 افراد من عائلة شوغو رح يحموها، وهو واحد منهم مؤقتا واسمه اومي، وبيحتفلوا فيها وبياكلوا. وبعد ما يخلصوا تناول الطعام بيحاول اومي يتقرب من تمكي وبيسألها عن تقبلها لكل الفكرة، وبيشرح لها مصير وقدر عائلة شوغو اللي تقريبا هم مو بشر لانه في دماء غريبة بعروقهم، وهم بالنهاية بيشبهوها بانه في دماء اميرة بعروقها كمان، وبيحكي لها تاخد الوقت لتتقبل كل هالافكار الجديدة. وبنشوف بعدها مجموعة من الاشخاص اللي واضح انهم اشرار، وقائدتهم نجمة السماء ماندو اللي عم بيحاولوا يظهروا اليوكاي بسرعة قبل ما تمكي تجهز الحاجز مرة تانية. وبتحلم تمكي حلم مرعب، وبتفيق لتسأل جدتها اذا له علاقة
كونها أميرة تمايري بس جدتها مانعة أي حدا يحكي معها ولهيك ما بتعرف تتواصل معها. وبالمدرسة بتقابل تمكي معلمة الإنجليزي فيونا اللي كل الشباب واعين بحبها وبتكون لطيفة معها بشكل غريب. وبتعرف تمكي إنه في حالات اختفاء كتيرة لفتيات بالفترة الأخيرة والسبب هو ضعف الحاجز، ولأنه اليوكاي متشيطنين هالفترة بيستدعوا حتى أومي ليجي وبيروحوا كلهم سوا ليحموا تمكي، بس لما بيشوفوا فيونا بيشعر بشي خطأ. هم بطريق العودة بتسألهم تمكي عن معنى الحاجز أصلا وكيف بينصنع، فبيحكوا لها أنه بيتكون من شغلتين، 5 مجسمات لازم يتم حمايتهم ودماء الأميرة. أما عن سبب ضعفه فهم ما بيعرفوا لأنهم مجرد أدوات حماية مو أكتر. فبتحكي لهم أنه هي بدها تعرف أكتر عن دورها وبيقترح ماهيرو يروحوا للمخزن اللي فيه كل المعلومات. والغريب انه بينفتح فقط عن طريق دماء امير التمايري، ولهيك بتحط تمكي ايدها على الباب وبتردد تعويذة من ماهيرو، ولما تمسك واحد من الكتب بيحكي معها وبتسمع نفس الصوت من الحلم وبتخاف اكتر. لكن امي بيحكي لها انه هلأ بطل في شك بانها الاميرة لانه كل الدلائل بتحكي هالشي، وبيقترحوا عليها يرجعوا بوقت لاحق. اما عن مجموعة الاشرار اللي شفناهم فهم بيكونوا عم بيحاولوا يعبروا الحاجز، وبتطلب من ميتسورا تخبر البقية ليروحوا يتفقدوا الموقع. وبتسمعهم تمكي وهم عم يحكوا عن الموضوع وانه من 3 شهور تمت ازالة الحاجز للحظة ورجع لحالته بعدها، وهاد ممكن يكون السبب بضعفه. فبتحكي لهم تمكي انها بدها ترافقهم للحاجز حتى لو ما رح تقدر تعمل اي شيء، فهي بدها تعرف على الاقل مكانه، وبيقبلوا ياخدوها ويحموها. وهناك بتروح لمكان الحاجز الاول وبتستشعر تمكي شي وبترجع تشوف نفس الشكل الابيض بعدد كبير. وبعد لحظات بيظهروا الوحوش السوداء بعدد اكبر حتى، وبنشوف قوة الحمار رهيبة لما يقاتلوهم، بس العدد ما عم يخلص. ولهيك بيطلبوا من تمكي تهرب لبرا الحاجز لحد ما يلهوهم ويقدروا يلحقوها، بس بيظهر لها وحش عملاق وبيحاول يقتلها، وبيجتمعوا ماهيرو وتاكوما وبيقتلوه. وبيكون في واحد من الاشرار عم بيراقبهم من بعيد ليعرف قوتهم وبينسحبوا بعد بقية الوحوش. وبتوصل الاخبار لجدة بانه قوة تمكي كمان ما ظهرت اليوم وما ساعدتهم باي شيء. وبتتعرف تمكي على الحامي الخامس واسمه شينجي، وبتقدمه للبقية لانه بيكون خجول لانه سافر من زمان، والسبب انه ما كان بيعرف يستخدم قدراته وراح ليتدرب لوقت طويل ورجع هلأ. وبتطلب الجدة تشوفه مع تمكي وامي لانه القائد، وبيكون مشتاق لميتسورو، ولكن لما بيشوفها بتحيي بس من بعيد وبتنحني لهم وما بتحكي معه اي شيء. اما عن قدرة شينجي فهي لهلأ ما ظهرت، وبالمقابل فهو قدر يظهر قوة تانية وهي قوة الكلمات، لأنه في يأمر أي شيء بالتوقف أو الحركة وينفذ طلبه. وبتصنع الجدة سلاح بلحظة وبتطلقه باتجاهه لتتأكد من قدرته، وبتكون سعيدة بهالجانب الجيد منه. وباليوم التالي بتسألهم تمكي عن علاقة شينجي بميتسورو، فبيخبروها أنهم كانوا مقربين من بعض كتير وتم إجبار شينجي على مواعدتها، بس لما سافر بكت كتير وزعلت. وبتقرر الجدة أنه حيتم التناوب على حماية تمكي كل يوم واحد، والبية رح يروحوا ليحموا الحاجز. بس بتحس تمكي بصداع غريب براسها فجأة، وحتى بعد ما ينتهي الدوام ما بتقدر تلحق تاكوما من الألم. ولما بيلاحظ هالشي عليها بيسألها، فبتخبر انه في شي باتجاه الحاجز، وفعلا بينطلقوا باتجاهه وبيلاقوا أمي. وبنشوف 2 من الأشرار اخترقوا الحاجز الأول ومتجهين للتاني عند المجسمات، بس ألم تمكي بيكون عم بيزيد. ولما بيقتربوا بيلاقوا هالاتنين وبيحضروا بقية الحما مع بقية فريق الأشرار اللي عم يشتغلوا مع مندو، وبيكون الشر واضح بعيونهم. لكن تمكي بتركض وبتصرخ بأعلى صوت وبتطلب منهم يتوقفوا، وبيقدر يشوفوا قوتها وبيعرف انها مو شخص سهل، وبتطلب منهم فير ينسحبوا لأنه مندو منعتهم من القتال والاشتباك هالفترة. وبتنتهي هالمعركة قبل ما تبدأ حتى، وبيتشكروا هالحما على هالمساعدة مع انها طائشة الا انها لطيفة وشجاعة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الاول من حكاية تمكي. لو عجبتكم وصلوا هالمقطع ل2000 لايك، واكتبوا لنا بالتعليقات قسم تاني لنكمله. بنشوفكم ملخص جديد ولوقتها سايونارا.